صعيد وصلوا. أنا اسمي خليفة كلوب من 86 وأنا في السعودية، جاي أدي لي 10 أيام ومعاي واحد من الفيوم. عم أقولها بالصراحة عشان ما تحبش، ما أخافش غير من ربنا. صاحبي لحام، فكان ابتدى يجي عندي، كنت أحب أسمع أنا أبونا مكاري كل جمعة أسمعه. فسمع هو، ابتدى يجي عندي كل جمعة يسمعني. فقال يا أخي أنا معاي مرتي تعبانة وعمال أروح للمشايخ والدنيا والدواني وكده. فمع الظروف مرته راحت زيارة السعودية، فجاء في يوم قال لخليفة، قلت له، قال المرة جت ولا لا دي تيجي تتعشى معانا؟ قلت له ماشي. رحت معاه، شغلنا يوم الجمعة أبونا مكاري. كان ساعتها جايب واحدة قاعدة تنصب، قال لها يطلع يا كذابة، عشان عم اديكم بالعمارة بالضبط، دي كذابة. فجبت قلت لها أنا هاتي قزازة مية وحطيها واسمعي لما يصلي آخر الصلاة وشوف. هو الراجل واثق، كان يجي عندي يعني واثق، كان يجي عنده كل جمعة يسمع أبونا مكار. فبعد ما قعدنا وخلص ختام وقعد قال باسم يسوع الناصري كل اللي طالب طلبة تجوز. والمرة جاء هو نبيل ده، جاء ماسك شوية مية كده وجصصها في وشها، جت ملقحة وجت قايمة قالت باسم يسوع الناصري، باسم يسوع الناصر. وراح الطابت والحمد لله، وبعت لي أمانة وحطيتها في الصندوق.